طيب يا جماعة، يعطيكم العافية جميعا. اليوم بدنا نكمل على موضوع السورتينج. المحاضرة الماضية زي ما بتعرفوا أخذنا الانسيرشن سورت، تمام؟ وحكينا إنه من كل سورتينج ألجوريثم بدنا ناخذه بدنا نجاوب على مجموعة أسئلة، صح؟ من ضمنها إنه how to use this algorithm for sorting أو in sorting. يعني ممكن تجيك أري معينة ويطلب منك إنك ترتبها باستخدام ألجوريثم معين، واتبعنا مثلا هذيك مرة بالإنسيرشن سورت، عملنا خطوات معينة وكملنا الكود زي ما حكينا مطالبين فيه. زي ما حكيت لك ما بيجي نفسه، ولكن فهمك له بيجي تغيير بسيط، يعني بس بدل إنه أنت فاهم الموضوع إذا بده يجي على هذا الموضوع. حكينا عن الادفانتجز والديسادفانتجز، حكينا عن البيست كيس والورست كيس، كومبلكسيتي وكيف بحصلها، تمام؟ يعني شو اللي بعطيني البيست كيس؟ حكينا مثلا من السيرشن انه لما تكون الانبوت سورت، صح؟ بدل انا سندنج اوردر. حكينا الورست كيس اللي هو في تاو ان سكوير لما تكون ريفرس سورت. طيب بتوقع هاي ممكن الاسئله اللي جاوبنا عليها. يعني هلا نفس العمليه كل سورتنج الجوريثم، طبعا الديزاين تكنيك المستخدم فور ديزاينينج ذا الجوريثم. بالانسيرشن شو حكينا؟ شو الديزاين تكنيك؟ انكريمنتال. ممتاز. وشرحنا شو الانكريمنتال. هسه احنا شو الفكره ان ناخذ اكثر من سورتنج الجوريثم مشان نفهم انه في عندي اكثر من سولوشن لاي مشكله، تمام؟ وركز على الموست افيشنت حسب المعطيات اللي موجوده عندي، تمام؟ حسب طبيعه الانبوت اللي موجود عندي. اليوم بدنا نغطي تو سورتنج الجوريثمز، الميرج والكويك. الميرج والكويك الاثنين بيعتمدوا، يعني both of them are based on the divide and conquer design paradigm. ماشي؟ divide and conquer design paradigm. طيب divide and conquer بدايه بنقسم ل 3 steps. الأولى هي divide، السكند step هي conquer، والثيرد step هي combine. تمام؟ طيب هسا احنا طبعا الفكرة ليش قاعدين ناخذ design techniques؟ يعني أخذنا brute force وأخذنا incremental، بدنا ناخذ divide and conquer بالإضافة لمجموعة أخرى من design paradigms مشان مستقبلا لما تجيني مشكله ما وافهم طبيعه المشكله اكون عارف انه مثلا هذا الديزاين تكنيك المعين يصلح اني استخدمه لكتابه سولوشن لهي المشكله، تمام؟ طبعا هذا الحكي بيجي مع الخبره، مع الخبره. واحيانا في ديزاين تكنيكس معينه بيكون لها ريكويرمنتس محدده مشان اقدر استخدمها لحل مشكله، واضح؟ طيب الديفايد كونكير حكينا عنه باكثر من 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 مشكلة أخذناها واجهتنا، صح؟ قلنا إنه بالعادة لما أنا أقسم على constant factor، صح؟ إذا الستيب الأولى divide، إني بكل ستيب هو طبعا في recursion، في recursion نأخذ كل العلاقات اللي أخذناها بالdivide and conquer. T of n يساوي T of n على 2 زائد C، T of n يساوي 2 T of n على 2 plus n، وهكذا. كلها تلاحظوا قاعدين نقسم على constant factor. إذا بكل ستيب أنا بدي أقسم على معامل ثابت، تمام؟ الانبوت سايز الاصلي مثلا كان عندي 10، بدي اقسم على 2 مثلا او 8، قسمت على 2 صار عندي 4 و4، كل واحد راح يستدعي نفسه، صح؟ 4 elements نفس العمليه، الاربعه بدهم يصيروا 2 و2 عبين ما اوصل لايش؟ ل 1 ل 1. هلا بالشورتنج البيس كيس هو البيس كيس هو تي 1، صح؟ ليش؟ عشان انا لما يكون في عندي اري تحتوي على 1 element، اذا هاي الاري سورتد، صح؟ اذا هاي الاري سورتد، مضبوط؟ طيب اذا هذا بالنسبه للديفايد. الكونكير شو الكونكير؟ الكونكير سولف ذا سب بروبلمز اللي بتنتج معي من القسمه هاي ريكيرسيفلي، تمام؟ يعني صح هلا نتج معي مثلا كان عندي تي اوف ان بيساوي 2 تي اوف ان على 2 بلس ان. طب تي اوف ان على 2 بتستدعي نفسها؟ بصير 4 تي بصير 2 تي اوف ان على 4، صح؟ بلس ان على 2، مضبوط؟ طب الان على 4 هاي
نفس العملية بدها تتكرر هاي العملية. هذا هو اللي يسمى الكونكير. ماشي. الخطوة الأخيرة اللي هي الكومباين، يعني استدعاء الفونكشن لنفسه فعليا ريكيرسيفلي، وراح ينتج عندي سبب بروبلم الكومباين انه بدمج السولوشنز من السبب بروبلمز اللي منتج عندي مع بعض. تمام، بدمج السولوشنز اللي منتجوا عندي، بعدين لما اظني اقسم 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 بدمجهم مع بعض. طيب هون بنتعامل احنا مع المشاكل اللي راح ناخذها، بنتعامل مع باتوم اب فاشن للسولوشن. باتوم اب فاشن للسولوشن يعني انا ببلش بتي اوف ان زي ما لاحظنا بالريكيرسيف تري او الريكيرجن تري ميثود. بكون ببلش بتي اوف ان واظني اقسم 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 على ما اوصل ل تي اوف 1. شو الفكره؟ زي ما حكينا بالريكيرجن اوصل لبيس كيس، شنو البيس كيس قيمته معروفه صح؟ فيعني بما معناه وصلت للبطن، وصلت للقاع، هسه بصير بطلع ايش؟ ستيب باي ستيب تو ذا توب وان ات ا تايم. مزبوط، واضح. يعني زي مثلا بالفيبوناتشي على سبيل المثال اللي هو اف اوف ان يساوي اف اوف ان ماينس 1 بلس اف اوف ان ماينس 2، والبيس كيس عندي اف 0 بتساوي 0 اف 1 بتساوي 1. انا راح اظني مثلا اعطيتك اف الاربعة، بقول اف الاربعة راح تساوي اف 3 واف 2. اف 3 بتساوي اف 2 واف 1. طب اف 2 بتساوي اف 1 واف 0. طب اف 1 واف 0 هي وصلت لهم، لما اعرفهم بطلع وان ستيب. اف 2 اذا مجدد صح؟ اوجدت اف 2 اذا بوجد اف 3، اوجدت اف 3 واف 2 اذا بوجد اف 4، وهكذا صح؟ فمشان هيك بنسميه باتوم اب. تمام؟ طيب هلا هذول 3 اكسبلسيت ستيبس، يعني شو يعني صريحات، واضح؟ هلا هل كل الالجوريثمز بيكون في عندي ستيبس صريحه بالكود لكل واحد من هذول؟ مش شرط، مش شرط. مشان هيك رح ناخذ تو الجوريثمز بنفرجي انه حتى باستخدام نفس الديزاين بارادايم ممكن يكون في عندي سولوشنز مختلفه. تمام، لحل نفس المشكله، واضح، لحل نفس المشكله. طيب بدنا نبلش بالميرج سورت. بالميرج سورت فاكرين هاي بالنسبة لل divide and conquer. طيب نيجي لل merge sort. ال merge sort الالغوريثم ببساطة merge sort array qr، ورح نشرح عن qr اللي هون if p less than r then بدي احسب q راح تساوي p زائد r على 2، وبدي استدعي الميرج سورت a p ل q وميرج سورت لا A Q plus 1 R، وبعدين بدي استدعي الميرج ميثود اللي بتاخذ A P Q و R. طيب يعني هسا إذا ما تحقق عندي هذا الشرط معناته هو بيكون البيس كيس. تمام، إذا ما تحقق عندي شرط، شو P والR؟ بداية الـ A هي الـ array اللي موجودة عندي. الـ P والR هم الـ first index و الـ last index respectively. تمام؟ يعني الـ P للـ first index والR للـ last index اللي موجودة في عندي بالـ array. يعني عندي array بتحتوي على 8 elements على سبيل المثال. P بدها تكون واحد، قلنا دائما الـ indexing من بشو واحد عشان نتعامل مع سيدو كود يعني. تمام؟ سيدو كود. والـ R بدها تكون مثالها 8 صح؟ هي الـ last index. طيب زي ما احنا شايفين هون في عندي ريكيرجن، في عندي ريكيرجن. طيب بدنا ناخذ مثال انه هسه how to use the merge sort algorithm in sorting او for sorting a specific array. مثلا لنفترض بدي اعطيكم مثال لاري تحتوي على odd number of elements. تمام،
فرضا ناخذ هون 7 7 11 3 5 4 تمام 21 و 19 هاي الري بتحتوي على 7 elements ماشي طيب بالنسبة للميرج سورت بالنسبة للميرج سورت راح نشوف كيف وراح بعدين نعرف الميرج ميثود هاي شو وضعها تمام لاحظوا في هون بداية شو قيمتها في في اندكس ولا في فيرست اندكس ولازم اندكس في شو قيمتها لو اقول لك a of p بتقول لي 7 تمام اذا شو قيمه p 1 شو قيمه r بدايه 7 تمام طيب مباشره p less than r صح 8 7 1 7 يعني 7 تمام طيب p less than r صح P زي ما احنا شايفين less than R إذا الكونديشن هو صح؟ بدي أحسب Q Q شو راح تساوي؟ P زائد R على 2 1 زائد 7 على 2 4 اللي هي 4 أيوة عشان بدي أقسم كل مرة لنصفين بالميرج سورت لنصفين وهي أحد الفروق بينها وبين الكويك سورت وراح نشوفهم لما ناخذ الكويك سورت إذا الـ Q بداية راح تكون إيش؟ 4 صح؟ 1 2 3 وهاي الأربعة إذا شو بحكي لي هاي؟ يستدعي الفانكشن على النصف الأول ويستدعي الفانكشن على النصف الثاني من P ل Q اللي هي من 1 ل 4 صح؟ هاي القسمة يعني 1 ل 4 و Q بلس 1 اللي هي 5 ل 7 إذا كم بدي أقسم هذول؟ بصيروا عندي 7 11 3 وخمسة هاي للريكيرسيف كول الأول وأربعة 21 وتسعة عشر للريكيرسيف كول الثاني صح؟ وطبعا هاي العملية بدها الفانكشن يستدعي نفسه الفانكشن بده يستدعي نفسه هون بايش بده يستدعي نفسه؟ هذا النصف الأول راح تكون يا جماعة بي واحد شو الآر؟ خمسة أربعة يا جماعة ضربتوا لما أقول آر يعني إندكس R index لما أقول لك A of R أعطيني قيمة هذا الindex تمام أو قيمة الري عند هذا الindex إذا هو أنا لاحظوا 1 زائد 4 على 2 نفس العملية عشان P less than R 1 زائد 4 2 2 صح 5 على 2 2 صح إذا بده يكون من 1 ل 2 11 لاحظوا لما يكون عندي رقم even دائما بده يكون متساوي صح إذا 7 و11 و 3 و 5 صح؟ وهون شو راح تكون البي؟ 4 و 1 البي 5 والار 7 7 صح؟ 5 زائد 7 2 6 صح؟ اذا شو راح تكون كيو قيمتها؟ 6 اذا 5 و 6 راح يكونوا مع بعض صح؟ و كيو بلس 1 اللي هي 7 ل 7 اللي هي لمت 1 راح يكونوا مع بعض صح؟ لا بس الفانكشن راح يرد يستدعي نفسه هون بي 1 وار 2 هون بي 3 وار 4 صح؟ هون راح يقسم 7 و11 3 و5 4 و21 لاحظوا 19 هون البي شو قيمتها؟ 7 والار برضه 7 الكونديشن فولس اذا هذا البيس كيس صح؟ لا شورت مش راح اعمل شيء إذا 19 بتضل كما هي. لاحظوا لحد هاي الستيب أنا هل رتبت؟ لا هون شو لوين هون هذا الحكي هون؟ لوين وصلت بقول؟ عند ميرج سورت ميرج سورت وميرج سورت تمام؟ ميرج سورت وميرج سورت إذا هذا شو بيمثل لي فعليا؟ هاي الستيب بتمثل لي الديفايد صح؟ هاي الستيب بتمثل لي كونكير هاي الستيب شو بتمثل لي؟ برضه كونكير طيب ولاحظوا ما رتبنا اذا هون بحتاج ل explicit combine step ممثل بايش راح تكون مثالنا هذا؟
بالمير بالمير. طيب خلينا نشوف هلا كيف، وبعدين بدي نحاول تستنتجوا انتو كود الميرج، وهذا اللي بدنا قلت لكم توصلوا بمحاضرات سابقه. بدنا نصير لما انت تحط مشكله ما تحاول انت توصل للكود. هاي الفكره، هاي الفكره الاساسيه. طيب هون شو اللي بدنا نعمله؟ لا شو الفكره هون؟ انه وصلت هسه للسورتد اريز او للسورتد سب اريز، قديش عددهم؟ ان ان صح؟ ان يعني كان عندي سبعه وهلا صار عندي 7 سورتد سب اريز، مظبوط؟ ليش؟ عشان فيها كل واحد كل واحد لها. طيب شو اللي بدي اعمله هون قاعد؟ بدي ادمج زي ما قسمت مع ترتيب، هذا اللي بدي اعمل اياه الميرج، هذا بدي اعمل اياه الميرج ميثود. يعني وكيف بدي ادمج؟ زي ما قسمت، يعني شو اخر ستيب بالقسمه؟ بدي اعمل واصير ادمج ادمج ادمج. هلا هون مثلا السبعة وال11 كانوا مع بعض صح؟ اذا هم اللي بدي ادمجهم مع بعض. اذا بصير عندي سبعة و11 الثلاث والخمسة هم اللي كانوا مع بعض، اذا بدي ادمجهم مع بعض هم مرتبين ثلاث وخمسة. نفس العملية هون، أربعة و21 كانوا مع بعض، عشان هيك ما بدمج مثلا ال21 مع 19، بدمج الأربعة و24. ليش؟ طبعا بدي تجاوبوني انتم طبعا. أربعة سوري 21 وهاي ال19. الستيب اللي بعدها سبعة و11، هذول وهذول كانوا مع بعض، إذا هم اللي بدي أدمجهم اللي هم ايش بصير؟ ثلاث مع ترتيب سبعة و11 وهون أربعة 19 1 21. ليش بالخطوه هي رتبت قبل هلا؟ ليش بالخطوه هي رتبت قبل هلا؟ 4 و21 دمجتهم مع بعض بدايه. ماشي بس ما رتبت. زي ما قسمت. هم مرتبين 4 و21. 19 لوحدها كانت ما زالت لوحدها. خلناها بالنص. تمام. ليش 19؟ ليش حطيت؟ رتبناهم دمجنا. بنرتب كل ال 4 و21 صارت سورتد صح؟ وال 19 وحده سورتد، صار يعني زي 2 سورتد سب اريز، بدي ادمجهم وارتبهم مع بعض. 3 و 5 صفه يعني عندي 4 و21 19، شو صار عندي؟ 4 19 21، ما نفهم هذا كيف وصلنا له. تمام. هسا بالاخير بدي ارجع للري الاولى عشان هي اللي كانت مع بعض صح؟ وبدي مع ترتيب، لاحظوا هاي سورتد وهاي سورتد، هذا بسهل علي كود كود الميرج. اذا هون صار في عندي شو؟ ثلاث اربعة خمسة سبعة 11 19 21، ووصلت اذا بقول له السورتد اري السورتد اري. طيب بداية شو التكنيك اللي بستخدمه؟ شو الامبلمنتيشن اللي بستخدمها؟ بحيث اني ادمج زي ما قسمت. يعني كيف قاعد بدمج مثلا السبعة وال11 مع بعض؟ كيو بلس ار ضرب 2 والثلاثة والخمسة مع بعض، زي ما كنت هون زي ما كانوا مع بعض دمجتهم، اللي كانوا مع بعض هم اللي دمجتهم مع بعض مع الترتيب، كيف؟ كيف كيف يعني شو الطريقة شو الطريقة عنها؟ شو البروجرامينج كونسبت اللي استخدم؟ اللينك ليست اللينك ليست مش الموضوع هون اريز، انا مع اريز ماليش دخل في اللينك ليست. لاحظوا الاستدعاء، يعني كيف انا قاعد بدمج؟ ليش دمجت السبعه وال11 مع بعض مثلا؟ ليش ما دمجت ال11 والثلاث ورتبتهم؟ والسبعه والخمسه ورتبتهم؟ شو اللي خلاني، سؤالي شو اللي خلاني ادمج السبعه وال11 خطوه هاي وثلاثه وخمسه واربعه و21 بعدين ادمج مثلا اربعه و21 مع 19؟ شو اللي خلاني اعمل زي هيك؟ شو بالكود؟ شو اللي انا شو هون قاعد في عندي؟ شو هذا؟ شو التكنيك هذا؟ ريكيرد صح؟ ريكيرد شو بستخدم له؟ الريكيرد شو بستخدم له؟ ستاك. الريكيرد بستخدم له ستاك، وهاي القيم انا حافظت عليها بالستاك، مشان هيك انا راح اعرف مين اللي ادمجه مع مين. لاحظوا بالستاك اول شيء راح يكون شو عندي؟ شو دائما بخزن بالستاك انا؟ اللوكال فاريبلز
والريتيرن ادرس اللوكال فيريبلز اللي موجودين في عندي في هذا الفانكشن و الريتيرن ادرس. يعني بعد ما يخلص الفانكشن وين يروح؟ وين البروجرام كاونتر؟ وين يرجع؟ شو النكست ستيب او النكست انستراكشن تو بي اكسكيوتد يعني بعد ما يخلص الكود؟ هذا الريتيرن ادرس برضه لازم اكون عامله ريكوردينج وين؟ بالستاك. تمام؟ الستاك يا جماعه عندي هذا هيك الستاك. الستاك طبعا هو جزء من الميموري صح؟ جزء من الميموري له علاقه شغلات معينه زي مثلا هي الهيب جزء اخر بالميموري يعنى بامور ثانيه. تمام؟ بالدايناميك اللوكيشن. تمام؟ اي فيريبل بيكون دايناميك مخزن بالهيب. هون الستاك طبيعته اخرى يستخدم مع الريكيرجن لتخزين اللوكال فيريبلز والريتيرن ادرس. منبلش شو اللوكال اللوكال فيريبلز عندي P و Q و R صح؟ بيجي بيخزن بداية أول إشي شو راح يكون؟ اللي هو خلينا في P هاي هي P و Q و R راح يخزن 1 و4 و7 صح؟ وبعدين راح يصير يستدعي هسا الواحد والأربعة شو راح يكونوا؟ 1 و2 و4 صح؟ وعندي 5 و6 و7 وعندي بعدين شو كمان الواحد والاثنين واحد واثنين صح واثنين اثنين اثنين وخمسة خمسة وستة راح يكونوا بدنا ناخذ الخمسة والستة مع بعض إذا 5 و5 و6 صح؟ وهكذا بدي أستمر زي هيك على ما أوصل لإيش؟ إنه صف في عندي كله نفس الرقم صح؟ ولكن لما يصير شو بصير عندي؟ بصير عندي نلاحظ تطلعوا لما أوصل مثلا وصلت لهاي المرحلة طبعا هلا بظني أعمل بوش ما دام في ريكيرجن بظني اعمل بوش متى بوقف البوشنج لما اوصل للبيس كيس لما اوصل للبيس كيس بصير اعمل بوب تمام متى بوقف الريكيرجن مش شو يعني وش تيرمينيتس اني ريكيرسيف الجوريثم انه يفضل ستاك لازم يفضل ستاك ما بضلش ستاك في عندي مشكله تمام طيب لاحظوا مثلا بعد ليش نعمل بوب كيف انا اللي بدي اوصله كيف بعرف انه مين مع مين لاحظوا هون كان في عندي 5 و6 و7 لاحظوا شو الميرج بيستدعي لي P و Q و R تمام؟ P و Q و R إذا هون بعرف أنا إنه اللي بدي أدمجه هو 5 و6 ل Q و 7 يعني هذول الثلاثة إليمنت بدي أدمجهم وأرتبهم هلا شو الجزئين راح يكونوا عندي؟ 1 من 5 ل 6 و1 من 7 ل 7 تمام؟ عملت هاي الشغلة هلا الواحد والاثنين والأربعة لاحظوا أنا بكون فوق عندي أوجدت الواحد وأوجدت الاثنين وأوجدت الثلاثة وأوجدت الأربعة صح؟ يعني خليتهم لوحدهم تمام؟ لما أوصل مثلا لهاي الستيب يعني بصير أعمل بوب 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 لما أوصل مثلا لهاي الستيب شو هاد معناه؟ البي واحد والكيو اثنين لاحظوا هون بشكون شو؟ 1 ل 2 و3 ل 4 صح؟ ولكن 1 ل 2 بتكون مالها رتبت يعني واحد يكون اقل من اندكس A of 1 يكون اقل من A of 2 و A of 3 راح يكون اقل من A of 4 بس هون بعرف انه انا في عندي 1 و2 مع بعض و3 و4 مع بعض وهذول هم اللي بدي ايش؟ بدي ادمجهم تمام؟ بالاخير بوصل ل1 و4 و7 اذا هون بعرف انه بدي ادمج 2 sub arrays واحده فيها من اول اليمنت لرابع اليمنت صح؟ بعد التغيير والثاني فيها من 5 للـ7 وبدي اطبق وادمجهم تمام طيب فهمنا هاي النقطة لا واحد لا واحد أربعة سبعة واحد مثلا وصلت انا لهون 1 و2 1 و2 1 و2 و1 + 2 هيها اللي هي 1 و1 و2 والاثنين والثلاث والأربعة الثلاث والأربعة راح تكون 3 + 4 = 2 اللي هي 3 3 4 صح 3
3 4 طيب هذا اول قسم ثلاث لاحظ هنا اهم شو معنى انا بصير وصلت لبيس كيس هسه ورتبت وصار في عندي هذول الاليمنت كل واحد لحال وين هم هاي الستيب هاي كل واحد صارت لحال تمام اخر شيء راح يكون توب ستاك هلا صرت ادمج كل اثنين مع بعض كيف مين اللي بيحدد لي هذا الشيء وصلت لهي الستيب انا وصلت لهي الستيب وصلت لهي البقره شو بحكي لي هذا معناه الميرج بده يتبع هاي القيم تمام شو هاي القيم البي 3 والكي 3 وال ار 4 شو معنى هذا شو معنى اني انا اليمنت 3 و4 هذول بدي ادمجهم مع بعض هلا اليمنت 3 بيكون لوحده واليمنت 4 بيكون لوحده صح سورتد وسورتد بيقول لي اذا هذول الثلاث والاربعة ادمجهم مع بعض مع ترتيب هذا اللي بيعمل لي الميرج بس راح نشوف شو بدك تعمل ده تمام هلا هون دمجت ثلاث مع اربعة صح طب اجي لهون هاي الستيب واحد وواحد واثنين شو معنى هذا بنفس العملية عندي كان واحد لحالها صفر واثنين تمام بعد الديفيجن ادمج لي اياهم مع بعض مرتب ورتبين ليش ادمجهم هم الواحد والاثنين ليش ما دمجت الاثنين والثلاث اللي استدعى اللي استدعيته هون صح اللي استدعيته هون تمام يعني انا ما استدعيت اثنين ثلاث صح لا استدعيت واحد واثنين مشان هيك بدمج قاعد راح يدمج ايش واحد اثنين شو القيم هاي راح تكون مالها واحد وواحد واثنين تمام هم اللي راح يتعامل معهم راح يدمجهم مع ترتيب تمام هلا لاحظ رتبت هذول يعني ثلاث واربعة مرتبين مع بعض واحد واثنين مرتبين مع بعض ولكن كلاتهم مع بعض مش مرتبين صح هاي لحالها مرتبة وهاي لحالها مرتبة طب كيف بعرف انه واحد واثنين وثلاث واربعة مع بعض طب لما اوصل لهي الستيب هون بيقول لي واحد واثنين واربعة انت استدعيت الفانكشن استدعى واحد واثنين واربعة وهي هي البارامترز اللي بتعطى له هذا الفانكشن اذا هون بيرجع بيقول لي اذا واحد واثنين وثلاث واربعة بدنا نشوف مع بعض وعندي واحد واثنين لوحدهم ثلاثة وأربعة لوحدهم وباجي بعد دمجهم مع بعض وهكذا وهكذا فهمنا كيف؟ تمام؟ وهاي الطريقة اللي من خلالها ببلش من آخر خطوة لاحظوا هو أنا بلشت دمج من آخر خطوة وصلت لها صح؟ من آخر خطوة مظبوط؟ كيف؟ شنو هي اللي بتكون بالتوب وبالستاك صح؟ هي اللي بتكون توب آخر مرحلة شو بتكون؟ دمج هاي وهاي اللي هي وين كانت؟ اول شيء بالستاك البقت دي باتسو صح عشان هيك هي اخر شيء وصلت له وضحت وهي طبيعه العلاقه مع اي ريكيرسيف الجوريثم اي ريكيرسيف الجوريثم بيشتغل بالطريقه ما دام فانكشن يستدعي نفسه بده يضل يعمل بوش اللوكال فيريبلز والريتيرن ادرس طبعا هون في ريتيرن ادرس لازم يتخزن عشان اعرف وين ارجع اي ما دام الفانكشن يستدعي نفسه بده يضل يعمل ايش بوش بالستاك تمام وقف خلصنا وصلنا للبيس كيس طب ببلش اعمل ايش بوب طب نيجي للميرج الميرج ميثود الميرج ميثود يا شباب الميرج ميثود يا جماعه تعالوا تاخذ في بارامترز بعد شو اللي قاعد بسوي هون بدمج كل خطوه بدمج تو سورتد سب اريز تمام سورت سب اريز مين يقول لي هيك تكنيك معين برأيه عندك تو سورت سب اريز بدك تدمجهم وترتبهم شو بدك شو بتحتاج اري كبيره الاري موجوده ما هي انت بدك تعمل اوفر رايتنج احنا بنعمل سورتنج الاري موجوده انا بعمل اوفر رايتنج بضلني اعمل اشقلب بالاليمنت اعمل شفلينج للاليمنت صح سوابينج شفلينج اوفر رايتنج وهكذا تمام طيب شو برايكم يعني مثلا عندي هاي وهاي بدي ادمجهم مع ترتيب توب في ستاك ليش ما ليش دخل بالستاك هسه خلص كودينج ما يلي دخل بالستاك لاحظوا الميرج ميثود مش ريكيرسيف مش ريكيرسيف فانكشن الميرج ميثود ليست ريكيرسيف الميرج سورت هو الريكيرسيف هو الريكيرسيف تمام يعني جاي داخل كود الميرج ما فيش كود يستدعي نفسه ما في كود يستدعي نفسه قارن اول واحد من هون اول واحد من هون ايوه او الاول مع الاخير
ايش يقول مع الاخير؟ ماكس مع ال او هاي يا جماعه عشان لازم تكونوا عارفينها. واو بدي نشتغل صوره صبر ريس الاول. طب كومبلكس شو رايك راح يكون؟ ايش قصدي الان؟ ان تكون ان فكره ببساطه. فكره ببساطه بدي اعمل هاي الاستيب مثلا. شو فكره الميرج ميثود؟ فاجي بضيف انفينيتي هون وانفينيتي هون، بتعامل مع طرفي معادله، بعمل بسمي انديسيز بعطيهم قيم واحد، واحد بيكون لهاي وواحد بيكون جي بدي اسميه لهاي. تمام. بعدين طبعا في عندي الاري اللي موجوده عندي اللي هي A مسميه، هاي بدها تمشي فور لوب، بدها تمشي من P ل R صح؟ حسب الميرج. شو البي مثالنا هاد هون لما اوصل بدها تمشي لهدول الثنتين، البي بدها تكون واحد والار بدها تكون اربعه صح؟ صح؟ بدها تكون واحد والار بدها تكون اربعه، اذا هاي فور لوب. فور يعني ايه؟ او كي بدي اسمي الاندكس كي الاري الاصليه كي اقل امثله هاي الميرج A, P, Q, R. هلا طبعا عملت الستبس بديش اكتبهم، اللي اضفت الانفينيتي تمام، وفي عرفت هاي ليفت، هاي بدي اسميها ليفت وهاي بدي اسميها رايت، هذول ماذا؟ تمبوراري سب اريز انا بدي اعرفهم بالميرج. تمام. الليفت بدها تحتوي على N1 بدي اسميهم اللي هم هذول عدد العناصر بلس 1. ليش بلس 1؟ عشان الانفينيتي اللي ضفتها. والرايت بدها تحتوي على N2 فرضا بلس 1. تمام. وهذول قيمتهم اذا عرفتهم يعني فوق هذه بتكون انفينيتي وهذه بتكون انفينيتي. تمام. طيب ال N1 وال N2 طبعا كيف بطولهم؟ او ال N1 زائد ال N2 شو بدهم يكونوا؟ بيساووا بيساووا N صح؟ بيساووا N اللي هي من P ل R، من P ل R. طيب هون في عندي فورمولا، فورمولا K بيساوي P to R. ماشي. شو جوا بدي اعمل؟ F L L I less than or equal R L J. شو سوي؟ A L K بتساوي L L I واعمل I plus plus else A L K بتساوي R L J و J مالها؟ plus plus. هذا هو كود الميرج. في أبسط من هيك؟ عندي بلشت الـ A هسه الـ array الأصلية. الـ array أول elements فيها الأول أربعة. أول هاي الـ array عندي. طبعاً الـ elements كلها موجودة. هسه وصلت لمرحلة إني قاعد بتعامل مع أول أربعة. تمام؟ هاي الـ K بدها تكون هون. واضح؟ K بدها تكون هون. أول قيمة. هسه بدي اقارن، لاحظوا يعني بتعامل مثلا وصلت لهي المرحلة، وصلت لهي المرحلة، هل السبعة أقل من الثلاث؟ أو أقل أو يساوي؟ إذا بدي أروح على الـ else statement صح؟ الـ else شو بتحكي لي؟ الـ K شو بدها تساوي؟ R الـ J صح؟ اللي هي الثلاث والـ J بلس بلس إذا بدها تصير هون. تمام؟ طيب هلا برجع بقارن، هل السبعه اقل من الخمسه او يساويها؟ لا. اذا برضه بدي اروح اطبق الستيتمنت، شو الستيتمنت؟ طبعا رجعت الفور لوب انا صح؟ يعني الكي زادت، الكي صارت هون. الكي صارت هون. اذا هلا ايه الكي اللي هي ال 2 راح شو تساوي؟ برضه ار الجي اللي هي الخمسه. هاي خمسه. وهلا الجي جي بلس بلس، شو الجي وين صارت تاشر؟ على الانفينيتي. طب هلا برجع، هل السبعة أقل من الإنفينيتي؟ ترو. إذا راح أطبق الإف هون، صح؟ شو بحكي لي؟ إيه كي بيساوي؟ إل إل أي اللي هي السبعة. هاي تبلش هون، وهاي السبعة، صح؟ أي بلس وأي بلس بلس. صارت هون بتأشر على 11،
والكي برضو رجعنا للفور لوب الفوقانية انتقلت إذا لهون صح؟ طيب هلا هل 11 أقل من إنفينيتي؟ نعم هاي هاي فكرة إضافة الإنفينيتي عشان إذا بتخلص معي صف الريت أصير الإليمنتس أقاربهم مع إنفينيتي وأكيد رح يكونوا أقل فبالتالي بدي أحطهم في الأريت فإذا هون رح يكون إيش عندي؟ 11 هل بس شو؟ بس خلصت صح؟ عشان الفور لوب انتهت صح؟ صح؟ الآر هسا أو قيمة الكي رح تصير 5 اللي هي أكبر من آر مظبوط؟ بس وقف ونفس الشغل بشتغله هون بروح على هاي ليفت بتكون وهاي رايت هون بضيف انفينيتي وهون بضيف انفينيتي هاي تسمى ال وهاي تسمى رايت هذا بعطي اندكس الاي واي طبعا بداية هنا نقول اي واحد وجي برضو واحد كيف بروح استبدل بعد هالدكتور؟ ايش كل بعد؟ مثلا سبق مش كان كل واحد لحال بالكود كيف بدك الاستبدل بعد؟ يعني بدمج هاي ما هاي بعدين برتب ايش؟ ميرج هاي بده يستدعي ميرج فانكشن طبعا هذا الكود يحول الى اسمبلي لانجويج اسمبلي كود بالاسمبلي كود هون بصير انا في عندي ريجسترز بخزن فيهم الريتيرن ادرس وفي عندي جمب وبطول القيمه من الستاك وبدي اتعامل مع ستاك وبصير اعرف شو القيمه بالستاك هذا الكود يحول الى اكثر من فيرجن حسب طبعا نوع الكومبايلر يحول الى خلينا نحكي انترميديت فيرجنز قبل ما يوصل له الاسمبلي وبعدين بالتالي من الاسمبلي وين بروح بصير بتحول لباينري باينري كود 01 هلا هون زي ما حكيت لك الميرج بضل بده يستدعي نفسه القيم هاي من وين بده يجيبها وكيف بده ينفذها من خلال البارامترز من خلال الستاك بده يطول من الستاك ويعرف شو القيم اللي بده يدمجها مع بعضها تمام هذا شيء اندر ليفل هذا اندر ليفل واضح هو قصده يمكن يعمل 5 5 كيف بدنا كيف بده يروح الكود على الجهه الثانيه هنا لحاله بمر عليه ايوه بمر على ايش مش باخذ اول شيء 3 و 5 و 7 و 11 من 1 ل 4 بعدين كيف بده ياخذ من 5 ل 7 قلت لك يمكن شو فيها بالستايل يكون في عندي 5 و 6 و 7 فانكشن راح يرد يستدعى الميرج عليها وين بده يطول البارامتر تبعتها تبعت الميرج من الستاك ويستدعي الفانكشن صح؟ هيك بعرف حسب بسوي لك القيم اللي موجوده بالستاك هلا خلص من هذول وخلص من 5 و6 و7 وين بده يوصل بالستاك شو بكون في عندي؟ 1 و4 و7 اذا هسا كيف؟ بدي استدعي الميرج على هاي وهاي ونفس العمليه بدي اضيف انفينيتي هون وانفينيتي هون تمام؟ تفضل ليش احط على الفيديو؟ زي ما حكيت لك هلا مش شرط هو هنا يعني هذا التكست بوك اللي احنا مستخدمينه بفترض زي هيك اذا في طريقه ثانيه عادي بس الفكره بحكي لك وين الانفينيتي انه فرضا عندي واحد بالاري الاولى بالصف الاري الاولى عندي 1 2 3 و 4 بالاري الثانيه عندي 7 8 9 هلا حسب الكود راح احط 1 و2 و3 و4 صح؟ كيف بدي احط ال7 و8 و9؟ بقارنهم مع انفينيتي لما اقارنهم مع انفينيتي يكونوا اقل فبالتالي الكونديشن تبعهم راح يكون هو الترو وبالتالي راح احط القيم برضه بالاري اللي هي 7 و8 و9 تمام؟ او بس مشان لما اخلص انا من الاري اصير اقارن مع انفينيتي مشان اضمن انه كل العناصر راح احطها بالنهايه بالاري الاصلي تمام؟ أول شيء هلا أنا في سب الري على اليمين وسب الري على الشمال، لو قارنا بالشمال عملنا لها صورت، بعدين اليمين صورت عملنا لهم هم أوريدي أصلا صورتد، بس هل يعني هذا إنه كلهم إذا دمجناهم صورتد؟ هلا إذا قارنت اليمين افهم علي بس أعطيك مثال خلص تمام؟ معي عندي بالري الأولى 17 و21 وهون عندي 1 و5 و7 هاي سورتد لوحدها وهاي سورتد لوحدها ولكن هل الثنتين اذا جمعتهم زي كما هم هل سورتد؟ لا طبعا مش سورتد لو انهم سورتد خلص معناته هو انا ليش بدي اعمل شيء؟ بس انا ما بكون سورتد وهذا اللي وهذا مسؤوليه الميرج ميثود طيب اذا الميرج ميثود شو بسميها هي ستيب ايش بدي بعد الكير؟ الكومباين طيب يا جماعه هسا بنوصل للاناليسيس الاناليسيس كل واحد بدنا نعرف البيست كيس والورست كيس بالريكيرجن وبالريكيرس هون بدي اطلع ريكيرس ريليشن عشان اطلع كومبلكسيتي صح هذا ريكيرس
صح كده. كنا ناخذ امثله اخرى كيف اشتق الكيروس ريليشن من كود وبعدين اشتق واطلع الكومبلكسيتي. هلا بالكويك وبالميرج مطلوب منا البيست كيس كومبلكسيتي والورست كيس كومبلكسيتي وشو اللي اعطاني البيست كيس وشو اللي اعطاني الورست كيس وشو البيست كيس ريكيرنس ريليشن وشو الورست كيس ريكيرنس ريليشن. طيب يا جماعه طيب اول شيء بالميرج الميرج برايكو شو الكومبلكسيتي له؟ أن واضح صح؟ بمشي على الإليمنتس P ل R مضبوط؟ بمشي على N إليمنتس. إذا هذا كله N. إذا هذا بدي أحسب الكومبلكسيتي. إذا هذا N. طيب هلا زي ما تعلمنا مشان أشتغل الكيرنس ريليشن شو دائما العلاقة الأصلية شو بسميها؟ T N T N T O N صح؟ هاي اذا راح اسميها تي اوف ان. تي اوف ان شو بتساوي؟ الاف ستمنت شو بتساوي؟ واحد. اذا هاي الكيو بتساوي واحد ديفايد اذا واحد. طيب الميرج سورت انا على اثنين تي انا على اثنين تي اوف ان على اثنين صح؟ ما بعرف مشان هيك فانكشن يستدعي نفسه. اذا هاي تي اوف ان على اثنين وهاي تي اوف ان على اثنين. طيب اذا بدي تي اوف ان كامله شو بتكون؟ من تي ان على اثنين زائد اثنين يعني عليك 2 T of N على 2 زائد N. لاحظوا هون جمعنا T of N على 2 T of N على 2 بعكس الباينري سيرش اذا مذكرة صح؟ هنا كان في عندي F و F واحدة تتنفذ هون لا بالشلف وفي مثال رح نوكله اثنتين رح تكونوا موجودين مذكرين هذا الحكي؟ اذا هينا اشتقينا علاقة هسا من هون سهل جدا عليك هو بالكو انكو اطلعوا الكومبلكسيتي صح؟ اخذنا 4 ريكيرنس ريليشن ميثودز ماستر والريكيرنس تري استخدم الماستر صح نقدر نستخدم الماستر هون. الماستر شو بتحكي لي؟ قارن بين اف اوف ان اللي هي ان وان تو ذا باور لوج الاير الاساس بي اللي هو برضه ان صح؟ ان تو ذا باور لوج الاثنين الاساس 2 اللي هي ان تو ذا باور 1 اللي هي ان. اذا ان بقارنها مع اي كيس راح يكون بالماستر ميثود الثاني اللي هو بيك ثيتا او مساواه. شو المساواه بتحكي لي؟ كيف شو راح تساوي؟ تي اوف ان بيساوي بيك ثيتا لان تو ذا باور لوج الاي للاساس بي ضرب لوج الان للاساس بي وبالتالي تي اوف ان شو بدها تساوي؟ بيك ثيتا لوج الان للاساس بي لازم نحط الاساس لا لا ومرات ممكن اقسمها ثلاث بس لازم نحط الاساس بالثيتا يعني خلص اذا واضح الامور بقسم على اثنين بس لا احيانا مطلوب منك تحط للاساس تمام؟ انا عادي استخدم اي شيء بدي اياه لو ما بدي استخدم الماستر عادي الماستر اسهل وحده يعني انا فاهم بس طبعا استخدم الذكي المهم طلع كومبلكسيتي لو كنا حاطينها هي انا هون مش هذا انا هون بدي اعرف بدي اعلمك شو الكومبلكسيتي صح؟ بدي اقول لك شو الكومبلكسيتي. طيب يا جماعه دكتور لو كنا حافظينها واستخدمناها بدون استخدام طرق عادي عادي وممكن يجيك سؤال اعطيني البيست كيس كومبلكسيتي ومتى بنحصله؟ ويرست كيس ومتى بنحصله؟ وشو الريكيرنس ريليشن؟ طيب خليني بس اكمل النقطة هاي الميرج يا جماعة هلا لاحظوا الانسيرشن سورت حكينا انه سنسيتيف تو ذا انبوت متذكرين النقطة هاي؟ حكينا انه يتغير الكومبلكسيتي بعد تغير الانبوت طبيعة الانبوت صح؟ الاوردر تبع الانبوت. طيب برأيكم هل نفس الشيء بينطبق على الميرج؟ هل هو برضه سنسيتيف تو ذا انبوت؟ مين بجاوبني؟ يعني اذا في عندي اري سورتد ولا ريفرس سورت هل بفرق الموضوع عندي شو اركزه؟ الميرج هذا هذا الميرج ميثود لا ما مش سنسيتيف ان سنسيتيف اذا شو ذا انبوت لاحظوا لو في عندي سورتد اري راح يمشي على كله بده يمشي على كله بده يبلش في ليس ذان ار اول اندكس اقل من اخر اندكس بده يحسب كيو بده يوصل على الميرج سورت على النصف الاول والميرج سورت على النصف الثاني بعدين بدي استمر بالعمليه عند ما اوصل لون اليمنت بير صبر بعدين بدي استدعي الميرج زي ما تعلمنا والميرج راح تقارن كل اثنين مع بعض هل بتميز هون انه هذا سورت ولا مش سورت لا صح شو بحكي عن الميرج انسنسيتيف تو ذا انبوت اذا البيست والورست والافريج كلهم مالهم شو علاقتهم؟ اذا قلت لك اعطيني الريكيرنس ريليشن اللي بتمثل البيست كيس للميرج سورت شو بتقول لي؟ ان تي اوف ان بيساوي 2 تي اوف
ريكيرنس ريليشن بحكي لك مش كومبلكسيتي. ميز اذا بتجيب لك سؤال اعطيني البيست كيس ريكيرنس ريليشن بتقول لي 2 تي اوف ان على 2 على زائد ان. اذا بقول لك شو البيست كيس كومبلكسيتي نفس بتقول لي ان لوك الان. تمام هون اذا قلت لك اعطيني شو الريكيرنس ريليشن اللي اعطتني الورست كيس بالميرج سورت شو بتقول لي نفسها غير الشيء. شو الافريج كيس نفس شو الافريج كومبلكسيتي نفس كل شيء بسين. ليش؟ عشان انه انسنسيتيف تو ذا انبوت. واضحه هاي النقطه؟ طيب هذا بالنسبه له الميرج سورت والاناليسز والديفايد اند كونكر وبينا شو الستبس وبينا كل شيء جاوبنا على كل الاسئله. هذا هو الكود. هاي طريقه استخدام الميرج سورت اللي جبت لك اري وبقول لك استخدم الميرج سورت ترتيب. ممكن تستخدم بالطريقه هاي كل مره تقسم بدك تلاحظ لما تكون قيمه فرديه او قيمه زوجيه 1 زائد 4 على 2 بدك تعرف انه 2 اذا بدك تقسم من 1 ل 2 ومن 3 ل 4 مثلا. تمام طيب شو ستيبس يعني نعمل لك ولا طبعا هاي ستيبس زي بالانسيرشن تعلمنا الستيبس. هون الشغله اللي شو الادفانتجز والديسادفانتجز. الادفانتجز انه هذا بضمن لي انه بالانس صح بعكس الالجوريثمز اخرى ممكن اوصل فيها لان تربيع. تمام اذا هذا ادفانتج له انه بضمن لي كومبلكسيتي يعني لو بالان وهي شيء ممتاز. طيب بالمقابل المقابل شو الديس ادفانتج مين الديس ادفانتج اللي شفنا تفضل يا التايم انه حتى لو كانت صوت حضرتك مش تمام لما احكي كومبلكسيتي يعني بحكي رانينج تايم انا حكيت انه ادفانتج حكيت انه ان لوج الان هو بضمن لي انه ان لوج الان. هلا طبعا ممكن هذا برضه اسميه ديس ادفانتج عشان ممكن تكون في عندي شورتد اري وبرضه كومبلكسيتي ان لوج الان. بالمقابل لو استخدم انسيرشن سورت راح يعطيني ان. إنه لو كان المرتبات حتى راح يمشي على نفس الخطوات فراح يطلع برضو أن لوج الان. لا برضو هاي مش هاي في مشكلة هون أساسية تطلعوا على الكود في مشكلة فيه. سايز الان سبيس بده سايز كبير. ليش؟ قسم لسبع ايتمز من الري. ممتاز عشان بتاخذوا بكل أنا بكل مرة راح أعرف سب الريز اللي هو بالليفت والرايت وراح أضيف برضو نيو فاليو اللي هي الانفينيتي صح؟ اذا بدي اكسترا اذا بقول انه المين ديس ادفانتج ريكويرز اكسترا سبيس. تمام ريكويرز اكسترا سبيس.